يسعد صباحكم كل الأشخاص اللي عم بتواصلوا معنا وبسمعونا، وطبعا لكل الأشخاص اللي حابين يتواصلوا معنا على 0658-0282. بعرف كتير ناس عندهم مشكلة بفصل الشتاء، بقولك ببلش فصل الشتاء وببلش الأكل معه، وفعليا البرد، الطقس البارد، الواحد هيك بتنفتح منافسه، بصير يرجع باله ياكل اكثر، يصير يطلب اكل من برا. اليوم بفقره صحتك بايدك وفقره التغذيه رح نحكي عن موضوع مهم، هو زياده الوزن بفصل الشتاء، كيف ممكن نتفادى هذا الاشي وكيف ننظم اكلنا ونستفيد منه. معنا اليوم اخصائيه التغذيه هدى عبد العزيز لتحكي اكثر عن هذا الموضوع. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك هدى. صباح الورد رندا، كيف حالك؟ تمام. يعني بصراحة هدى بهذا الوقت دائما بشهر 10 و11 الكل ببلش يقلق، لأنه موضوع الأكل ووقته في هذا الفصل مهم جدا. فإيش نعمل؟ كيف ممكن الواحد يتفادى زيادة الوزن؟ طبعا رندا اليوم زي ما حكيتي إحنا بنحاول نتفادى زيادة الوزن، يعني نحاول نساعد حالنا شوي ما نزيد كم من كيلو بالشتاء اللي بيطلع أغلب الناس زايدينهم بفصل الشتاء. فرح نعطيهم هيك شوية خلينا نقول tips and tricks كيف بالشتاء يقدروا على الأقل يطلعوا مو زايدين وزنهم. أوكي. خلينا نبلش أول شيء بالإشي اللي ممكن أغلب الناس بالشتاء بتخفف منه للأسف، واللي هو الرياضة أو الحركة. فيفضل إحنا بفصل الشتاء إنه ممكن الصيف الجو بيساعدنا إنه نطلع أكتر، نتحرك أكتر، في سباحة، في أكتر من نشاط ممكن نعمله. وبالأسف بالشتاء الأغلب بيقعد. هلأ قلة الحركة بالشتاء مع ارتفاع الأكل أو كمية الأكل خلينا نقول، لأنه بنحس إنه جسمنا بيحتاج خلينا نقول طاقة أكتر، بتخف عنا الحركة. بهاي الحالة بدنا نحاول إحنا نوازن بين الموضوع، إنه كل ما عم يزيد أكلنا إحنا نحاول نزيد من الحركة لحتى على الأقل نحافظ على مستويات الحرق بالجسم تضلها عنا عالية. أوكي. بس كيف يعني؟ أنا بعرف هدى مثلا كتير ناس بفصل الصيف بمشوا، يعني الجو بيساعد أصلا الرحلات، فكيف ممكن إحنا نحرك؟ يعني بعرف أن في ناس مثلا بحبوا الجيم بالشتاء أكثر من الصيف، بس بالضبط. اللي ما بده يشترك بالجيم مثلا، هلأ صار الموضوع كتير أسهل من زمان رندا. يعني صرنا نفتح على أي يوتيوب خلينا نقول، أو نفتح على أي موقع على الإنترنت، بنلاقي تمارين نقدر نعملها بالبيت بتكون سهلة تساعدنا أنه نضلنا عم نتحرك. يعني ما نتحجج بس بالجيم، يمكن الحجر بالكورونا وهالأشياء علمونا كيف ممكن أنه إحنا نلعب بالبيت أو نتمرن بالبيت حتى لو كسلنا أنه نروح على الجيم. صح، وإحنا صرنا نتعلم كمان أنه نلاقي رياضات أونلاين، صرنا نعرف نلعب أونلاين، يعني هدول مواضيع مهمة كتير. طيب هلأ في موضوع كتير مهم هدى يمكن بيصير مع كتير منا وما حدا بعيد عنه، هذا الموضوع لا شعوريا رغبتنا بأكل الحلو بتزيد بالشتاء، ما بعرف ليه بس كلنا نفس الإشي، فهل هذا واقع؟ بالضبط، الكل بالشتاء بصير بده يأكل سكر أكتر أو حلويات أكتر، أو حتى الأكل اللي هو بيكون بيعتمد على وجود النشويات فيه زي الطحين زي المعجنات. هلأ بنلاقي الكل عم يعمل معجنات، عم نعمل اللي هي أجواء الشتاء عنا مع الشاي مع هاي القصص. هلأ أكيد إحنا دايما بنقول إنه ما في حرمان 100% من كل هاي القصص، حتى لو إحنا بنحافظ على زيادة الوزن، بس دايما ننتبه للكمية. أو مثلا اليوم اللي عارفين إنه إحنا رح ناخذ فيه كمية نشويات مثلا خبز أو معجنات، أو حناكل قطعة الحلو هاي مثلا موجودة عنا باليوم، نحاول بنفس اليوم مثلا نتأكد إنه إحنا عم نشرب مي كتير منيح قبل ما نشرب مي. أوكي. بالضبط، ليه؟ لأن المي رح تاخذ جزء من خلينا نقول حجم المعدة، فإحنا حنخفف الكمية بمجرد ما إحنا شربنا كمية مي كتير منيحة. هلأ نحاول دايما مع النشويات نرفق عنا يعني طبق من الخضار، الخضار المقطعة، يعني ما بنقول بس سلطة عشان الناس بتكسل تعمل سلطة، ممكن إنه نحط طبق خضرة إحنا بنحبهم، خيار، بندورة، خس، فلفلة، ما في إشي ممنوع من الخضار، ناكلها مع هاي الوجبات لحتى نخفف من الكمية اللي عم ناكلها. الخضرة تعطينا كمية ألياف عالية، فهذا الشيء بيساعدنا إنه نحس حالنا شبعانين أسرع. بالضبط، بكمية سعرات حرارية كتير قليلة.
هلا انا هدى بدي يعني ما بعرف اسالك سؤال يمكن من الاشياء اللي انا بعملها لما عارفه والله انا بهذا اليوم معزومه مكان راح اكل، يعني انا بحس السعرات الحراريه هي مش يوم واحد، يعني انا اذا خبصت هاي الوجبه هذا لا يعني مش اخر الدنيا، يعني في ناس بحسهم انه والله اليوم اكلت مثلا صحيت الصبح جعبالي كيك اكلت كيك خلص بفرط اليوم كله، يعني بس تقدري تحكي إشي بهذا الخصوص؟ لأنه بحس عن جد يعني أنا من الأشخاص اللي بحس لا والله إذا أكلت اليوم هاي مش نهاية الدنيا، عادي بكرة باكل أقل بعده باكل أقل، بصير يعني السعرات الحرارية بحسبها مش باليوم، بحسبها هيك على الأسبوع، بعرفش إذا صح. صح بالضبط 100%. هلا إحنا دائما الحسابات اللي إحنا بنعملها عشان نعرف والله كم كيلو إحنا لازم ننزل كل هاي القصص هي بتعتمد على كمية السعرات اللي إحنا أكلها خلال فترة معينة، سواء أسبوع 10 أيام أسبوعين إلى آخره. الموضوع بالضبط زي ما حكيتي رندا هو مش يوم، المشكلة إن الناس إذا خبصت يوم خلينا نقول بتمد معها يوم ويومين وثلاثة وهم بيخبصوا. هلأ في هاي الحالة إحنا شو نعمل؟ يعني لما نحس إحنا حالنا مثلا بهذا اليوم أكلنا كميات عالية من السكر أو أكلنا وجبات مثلا بتكون غنية نشويات دهون وإلى آخره، هون إحنا ممكن إنه نيجي نضبط حالنا بالموضوع. هلأ بالأيام اللي عم ناخد فيها سواء كانت اللي إحنا بنسميها التشيت ميل أو الوجبة الحرة أو خلص فتحنا اليوم وما بدنا نمسك بالدايت تبعنا، فينا بهذا اليوم نتأكد انه احنا عم نشرب كميات مي كتير كبيرة، لانه تناول هاي الوجبات اللي تكون غنية بالاملاح وبالدهون بالنشويات بتزيد شوي خلينا نقول احتمالية تحبس السوائل بالجسم، فاحنا ما حنلحق نزيد زي ما حكيتي وزن ودهون وكل هاي القصص، بنكون عم نزيد وزن مي، فاحنا اذا عم نشرب مي منيح بنساعد المي اللي رح تتحبس بالجسم انها تطلع. هاي أول نقطة. أكيد ننتبه إنه بس نخبص تاني يوم على طول يكون في عنا خلينا نقول رياضة نلعبها، نطلع نمشي، نطلع جهاز المشي، نعمل تمارين بالبيت لمدة 45 دقيقة على الأقل، إنه تساعدنا نكون حركنا جسمنا شوي وحركنا الحرق بالجسم. وممكن كمان زي ما حكيتي إنه إحنا إذا أكلنا هذا اليوم مثلا خلص نحط مثلا احنا خلصنا اكل الساعة 8 او الساعة 9 المساء مثلا، نعمل صيام متقطع تاني يوم مثلا بالضبط، انه نصوم مثلا 16 ساعة لناكل تاني يوم. هلا هذا الاشي بضبط عنا الشهية، يعني احنا مش بس فكرة الصيام متقطع، لا هو بضبط انه عندك انه انت خلص للساعة مثلا 12 الظهر انت ما رح تاكلي، فبضبط عندك انه ترجعي تخربي مرة تانية، فهو برجع بس خلينا نقول بضبط الشهية برجع بنظمنا وبخلينا ناكل بشكل صحي مرة تانية. أوكي أنا بدي أشكرك كتير هدى على المعلومات، وإن شاء الله نكون فدنا كل اللي عم بيسمعونا وبتابعونا. هدى عبد العزيز أعطيك ألف عافية، تحياتنا لإلك ويسعد صباحك. أهلا وسهلا.